احنا حرمناه من القصيد وحرمناه منه يشارك، فودنا عاد نسمع منه مشاركه قبل ننتقل للوداعيه مع ابو محمد. انا والله يعني اثرت موضوع الزواج اليوم والبنات، ايوه، ومحمد بقصيده بنته الله يوفقه، وابو معاذ بزواج بنته بكره الله يوفقه، امين. فانا زوجت الحمد لله البنات كلهم، وكل واحده لها قصيده يعني، ويمكن قلت عده قصائد قلتها بالقناه، في قصيده يمكن ما قلتها من اول ممكن اسمعكم اياها. ف بنتي أريج هذه قبل الأخير الله يوفقها ويصلحها، يقول مبروك يا بنتي كتبنا الكتابي، مبروك يا بنتي كتبنا الكتابي على كتاب الله وسنة رسوله عساه بالتسخير، ستر وحجابي طول العمر تبقين عنده حليلة، يزهد بكل البيض تلع الرقابي، أريج حلت وسط قلبه حليلة، عبد الرحمن انعم بعز الشبابي ومهرتي خذها تراها أصيلة، جداتها وامه برفع السحابي طيب وعطاء، وريج منهن سليلة تغنيك عن كل العذارة، شرابي تعجبك بخلاقة ولطف وجميلة، كيف على كيفك بهالكيف طابي، متاع تحيابه حياة جميلة، ترعاك وترعاها بكسب الثوابي، عشرة عمر ما هو يوم وليلة بالطيب والمعروف ولين الخطابي، طبع النفوس الزاكيات الأصيلة، يا قطعة مني ربت في رحابي، واليوم يا سعدت واليوم يا سعدك كسبت حليلة، بحملك طوق يحيط الرقابي، أمانتك والكفو مثلك يشيله، بحملك طوق يحيط الرقابي، أمانتك والكفو مثلك يشيله، الله يجديكم طريق الصواب يجيركم من كل شر وعيلة، مملوحتي يا مر طعم الغيابي، ما بيت عن داري تغابين ليلة، لكن على السنة وهدي الكتابي فرحان زفيتت وغنيت شيلة، بكفوفت الحنة ونقش الخطابي والكحل برموش العيون الظليلة، زهيتي الفستان ولبس الثيابي، ثلجي بياضه لون قلبك بثيله، اقرا عليك ايات وحي الكتاب يكفيك من شر النفوس الغليله، يا معطي داود فصل الخطاب نسالك من فضلك عطايا جزيله، احفظ لنا بناتنا والشباب وكل زوج تسعده مع حليله، اريج راعي واحسبي بالحسابي قلبي وقلب أمت ونبضة دليلة، بصدورنا جالت ذهاب ويابي، وده ثقيل الحمل عنكم تشيله، مدامنا نوطى الثرى والترابي فحنا لكم بدهال عن كل ميلة، فحنا لكم بدهال عن كل ميلة. الله يوفقه يوفق جميع بناتنا، جميلة جميلة، الله يوفقه وصح لسانك يا أبو إبراهيم، عسى الله يسعدهم ويهنيهم. يقولون سبحان الله الرجل يغير من كل أحد حوله إلا من أبنائه ما يغار منهم، لما يشوفهم في مكانة جميلة ولما يشوفهم في مكان زين فهو من أسعد الناس الحقيقة. وتزويج أحد الأبناء أو البنات رغم أنه ممكن يوقعك في حمل ويوقعك في عبء، إذا 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 يعني الحقيقة الحياة ما استقامت بين هالزوجين أكيد أنك أنت راح تخسر كثير، وراح تخسر صديق يمكن يكون من أعز أصدقائك لما تزوج ولده بنت من بناتك، أو لما تزوج ابن عمك. للأسف الشديد أنه أغلب المشاكل العائلية وأغلب القطيعة الأسرية اللي حنا نشوفها يكون سببها الانفصال أو عدم تفاهم الزوجين. وأنا رسالة يعني من هذا المنبر أقول يا جماعة الخير، لا تخلون شيء يفسد علاقاتكم مهما كان هذا الشيء. الطلاق سنة من سنن الحياة، ولو أنه أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى الطلاق، لكن حتى وإن حصل طلاق لا تخسر رفيقك الأول، ولا تخسر اللي قدم لك معروف، ولا تخسر هالإنسان اللي أهداك في يوم من الأيام بنته أو أخته، لا تخسره لمجرد أنه ما استقامت العلاقة بين هالزوجين هذولا. فلذلك نقول افصلوا علاقاتكم الإنسانية بموضوع الزواج، خلوا الزواج هذا موضوع جانبي، النجح فهو حمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وإن فشل هذا الزواج لا تخسر علاقتك بابن عمك ولا بصديقك ولا بالحمك ولا بدمك.
مثل ما دخلت بالحسنى اطلع بالحسنى. فامساكم بالمعروف وتسريح بالحسنى. انا ودي اسال ابو طلال بحكم انه تكلم ابو سليمان قبل شوي قال انه هو رئيس نادينا او رئيس مجلس الاداره،